أشجار حديقة الحروف وسط بلاد الحكايات عاشت مجموعة من الأصدقاء. لم يكونوا أصدقاء عاديين، إنهم رفاق لا يستطيعون الفراق، فعلى عاتقهم تقع مسؤوليات كبيرة جدا. كيف لا وهم وحدهم القادرون على رواية القصص؟ إنهم حروف اللغة العربية، 28 حرفا، يعيشون معا، لكل منهم عائلته ولكل منهم قصته. تعالوا نتعرف إهم ونقرأ قصصهم. مع بزوغ شمس جديدة ننطلق اليوم في رحلتنا لنكتسب معارف جديدة ونلتقي حرفا آخر من حروف لغتنا الجميلة، فهيا بنا. ها هو منزل حرف الشين، انظر إليه، إنه يشبه حرف السين كثيرا. أجل، هيا لنتعرف إليه عن قرب. مرحبا أيها الشين، أهلا بكم في منزلي هذا، لدي عائلة جميلة سأحدثكم عنها. فراش، فراش. ش، ش. الشين الكامل في آخر الكلمة، وهنا جاء منفصلا لا يتصل بما قبله، حرف الشين الكامل المنفصل. شمعة، شمعة. ش، ش. شين في أول الكلمة. ريشة، ريشة. ش، ش. شين في وسط الكلمة. رمش، رمش. ش، ش. شين في آخر الكلمة، وهنا اتصل حرف الشين بما قبله، نسميه حرف الشين المتصل في آخر الكلمة. عائلة حرف الشين تشبه حرف السين كثيرا، ولكن يوجد لديها ثلاث نقاط جميلة فوقها. هذه العائلة أيضا تتكون من أربعة أشكال: حرف الشين الكامل المنفصل، حرف الشين في أول الكلمة، حرف الشين في وسط الكلمة، حرف الشين في آخر الكلمة متصل. حرف الشين له ثلاثة أسنان جميلة، ولكن يمكننا كتابته بطريقة مختلفة. يمكننا أن نكتب حرف الشين دون هذه الأسنان، وبدلا من هذه النقاط نضع ثمانية صغيرة. حرف الشين الكامل، حرف الشين في أول الكلمة، حرف الشين في وسط الكلمة، وحرف الشين في آخر الكلمة متصل. سأدخل حديقة الحروف لأجد كلمات فيها حرف الشين. خفاش، كلمة خفاش تحوي حرف الشين الكامل في آخر الكلمة، سبقه حرف الألف الذي لا يتصل بما بعده، لذلك جاء حرف الشين منفصلا. شمس، حرف الشين هنا جاء في أول الكلمة. بشوش، جاء حرف الشين في وسط الكلمة، اتصل بما قبله وهو حرف الباء، وبما بعده وهو مد الواو. أيضا جاء هنا حرف الشين في آخر الكلمة منفصل. لجدتي وجه بشوش يبتسم دائما. فراشة، هنا حرف الشين في وسط الكلمة، ولكنه لم يتصل بما قبله، واتصل بما بعده فقط.
وكلمة فرشاة فيها حرف الشين في وسط الكلمة، لم يتصل بما قبله واتصل بمد الألف. أنا أنظف أسناني دائما بالفرشاة والمعجون. عش. وهنا جاء حرف الشين في آخر الكلمة كاملا متصلا. العش هو بيت العصفور حيث يضع بيوضه وصغاره فيه. الآن أصبحت أتقن لفظ الحروف مع المدود. سألفظ لكم أولا حرف الشين مع المدود القصيرة. ش ش شجرة شجرة. شو شو شرطي شرطي. شي شي شراع شي شراع. والآن سألفظ لكم حرف الشين مع المدود الطويلة. شا شا شاحنة شاحنة. شو شو قشور قشور. شي شي طباشير طباشير. ولن أنسى أن ألفظ لكم حرف الشين مع السكون. حرف الشين الساكن ش ش كما في كلمة عشب عشب. ش شجرة. شا شاحنة. شو شرطي. شو قشور. شي شراع. شي طباشير. هذه أشكال حرف الشين الأربعة سأستخدمها في حل هذا اللغز. هذه الكلمة ينقصها حرف الشين، الحرف الذي ينقصها في وسط الكلمة. إذن أنا أحتاج إلى حرف الشين في وسط الكلمة لأكملها. يتصل حرف الشين بحرف الياء الذي يسبقه ويتصل بمد الواو الذي يأتي بعده. أصبحت الكلمة يشوي. أما هنا فالحرف الناقص في أول الكلمة، إذن أحتاج إلى حرف الشين في أول الكلمة. سوف يتصل بمد الألف لتصبح الكلمة شام. وفي هذه الكلمة الحرف الناقص في آخر الكلمة. سأضع حرف الشين الكامل المتصل لأن الحرف الذي قبله هو الميم لتصبح الكلمة مش مش. أما هنا لن يتصل مد الواو بما بعده، لذلك سأضع حرف الشين الكامل المنفصل. أصبحت الكلمة بشوش. الآن جئت إلى هنا كي أجري عملية التحليل والتركيب. كم أحب ذلك. سأحلل أولا كلمة بشوش. إنها تتكون من أربعة حروف. حرف الباء مع الفتحة أولاً، ثم حرف الشين، ويليه مد الواو، وأخيراً حرف الشين الكامل المنفصل في آخر الكلمة. أما كلمة مشمش فهي أيضاً مكونة من أربعة حروف. الميم مع الكسرة أولاً، ثم حرف الشين، ثم حرف الميم، ثم حرف الشين المتصل. اتصل بما قبله وهو حرف الميم. أما هنا فلدي ثلاثة حروف. أولا حرف الشين في أول الكلمة يتصل مع مد الألف شا، ثم حرف الميم وهنا يبقى منفصلا لأن مد الألف لا يتصل بما بعده.
وهنا لدينا حرف الشين المتحرك، ثم حرف الميم المكسور، ثم حرف السين. عند تركيبهم يتصل حرف الشين المتحرك مع حرف الميم المكسور، ثم يتصل أيضا مع حرف السين، فتصبح الكلمة شمس. أيضا هنا حرف الياء المفتوح، ثم حرف الشين الذي يأتي بعده حرف الواو، ثم حرف الياء. يتصل حرف الياء مع حرف الشين فتصبح يش، ثم حرف الواو، ثم مد الياء الذي لن يتصل بما قبله وهو حرف الواو، لذلك يبقى حرف الياء منفصلا، تصبح الكلمة يش وي. جاء دوري الآن لأحلل لك الكلمات إلى مقاطع. عند تحليل الكلمات إلى مقاطع لنتذكر دائما أن الحرف الساكن يأتي مع الحرف المتحرك الذي يسبقه في مقطع واحد. كلمة مشمش تتكون من مقطعين اثنين، حرف الميم المكسور مع حرف الشين الساكن في مقطع، ثم حرف الميم المكسور مع حرف الشين الساكن في مقطع ثاني، فتصبح مشمش. كذلك الأمر في كلمة شام تتكون من مقطعين اثنين، حرف الشين الممدود بالألف شا في مقطع، ثم حرف الميم في مقطع ثاني، فتصبح شام. كذلك الأمر في كلمة يشوي تتكون من مقطعين اثنين، حرف الياء المتحرك مع حرف الشين الساكن في مقطع يش، و حرف الواو الممدود بالياء وي في مقطع ثاني، فتصبح يش وي. هناك كلمات تتكون من ثلاثة مقاطع، فمثلا كلمة بشوش تتكون من ثلاثة مقاطع، حرف الباء المتحرك في مقطع، ثم حرف الشين الممدود بالواو في مقطع ثاني، ثم حرف الشين في مقطع ثالث، تصبح بشوش. والآن سنلعب لعبة صغيرة للتمييز بين حرفي الشين والسين. سأعطيك مجموعة من الكلمات وعليك أن تحدد الحرف المناسب لها، ما رأيك؟ هذه صورة شوكة. شوكة ينقصها حرف الشين في أول الكلمة. وهذه صورة شمس. شمس يجب أن أضع حرف الشين في أولها وحرف السين في آخرها، سيأتي متصل. وهذا وشاح جميل. وشاح، هنا لابد أن أضع حرف الشين في وسط الكلمة ولكنه لم يتصل مع حرف الواو، لذلك نكتب الشكل المقطوع منه في أول الكلمة. يمشي، أحتاج إلى حرف الشين في وسط الكلمة. وصلنا الآن إلى نهاية مشوارنا. لنا لقاء آخر مع ساكني هذه القرية الجميلة. سنواصل رحلاتنا كي نتعلم المزيد ونغوص أكثر في أعماق لغتنا الجميلة. إلى اللقاء.